ربنا فرض علينا أوقات لازم نصلي فيها، وهم الخمس صلوات المفروضة. عنده أربع رجلين ومع كده ما يقدرش يمشي ولا يجري ولا ينط. إيه رأيك تعمل تطبيق للموبايل يعرفه هو وكل اللي في سنه فضل الصلاة في المسجد؟ اسمي صريح، يعني ده معناه إننا هنختفي للأبد. متمسكش حاجة يا سيف. واضح إن أنا كده ما عنديش اختيارات كتير، ولازم أمشي معاكم في المغامرة دي كلها. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.